الثابرة التي نخصغت السيوضة جلالة الملك محمد السادس التي حفظها ببيت صار ربي الالتفاتة المولوية بعفوه السامع إذا خنغي عفو إذا نغدي إخزاء سعين الرحمة والشفقة يسوف غنغزي زي السجن ما حندنا حنزعثار ومغ نتشكاري ستطاس نتمنى يا السعادة التي حفظها بالعالمين إلى الأبد لأنه انتظر رمز الأمة أمير المؤمنين الذي يحفظ لهذه الأمة الدين والوطن. كنشكر سيدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالالتفاتة المولوية بالعفوه السامي عليا وعلى مجموعة كبيرة من السجناء، وكنتمنى لجلالة الملك محمد السادس النصر والتمكين والحفظ والسعادة وباقي الأسرة العلوية الشريفة.